السلام عليكم. باقي مكملين في اليونيت 1، اليونيت الاولى في المقاطعه ديال الانجليزيه ديال ديفتس اوف يوثس. اليوم غنديروا التمارين والحلول ديال هاد الفوكابولري، المصطلحات الخاصه بالوحده ديال ديفتس اوف يوث. نبداو بالتمرين الاول، اكسرسايز نمبر 1، ديال ديف ذا كوريكت فورم اوف ذا ووردز ان براكيتس، يعطي الشكل الصحيح للكلمات اللي بين قوسين. الجمله الاولى هي جواد از بين قوسين باشن اباوت كمبيوترز، ماي جرانبا از 90 but he is still full of بين قوسين vigorous and vitality. We are all بين قوسين responsibility for our environment. رابعا، جمع رابع، he does his work with energy and بين قوسين enthusiastic. الجمع الخامسة، his ambitious is to sail around the world. بديت الكلمة بين قوسين، حولهم يا إما adjective ولا nouns، adjectives ولا nouns على حساب الجملة. قلت لكم ديما verb to be كيتبعوا الادجكتيف، ملي كنبغيو نوصفوا شي واحد صفه الادجكتيف كيكون موراها ديما فيرب تو بي. ديما كنوصفوا الاسم، يعني كيكون عندنا الصفه تابعه الاسم، بيوتيفول جيرل، نايس كار، وندرفول داي، ديما الصفه تابعه الاسم، صفه الاسم. نبداو بالجمله الاولى، جواد از، هنا عندنا فيرب تو بي صرف في سيمبل بريزنت، جواد از في السينجولار، از هنا خصنا صفه، خصنا ادجكتيف، يعني باشن غتولي باشنيت، باشنيت حولنا الادجكتيف. about computers، الجمله الثانيه، my grandpa is 90 but he is still full of and vitality. هنا عندك and vitality، vitality اشنا هي؟ هذه noun، وهذه and هي تربط كلمه مع كلمه اخرى، يعني منطقيا غادي يكون اسم مربوط مع اسم اخر. ثانيا عندك هنايا واحد preposition اللي هو of هو من prepositions، وكاين واحد القاعده ان prepositions ديما يا اما كيتبعهم joined يعني الفعل زائد ing، ولا كيتبعهم noun الاسم. يعني غنديرو في عوض ما نديرو هاد vigorous اللي هي adjective، غنديرو vigor اللي هي noun اسم. We are all responsible for our environment، هنا عندك تاني verb to be اللي هو are، يعني غدير adjective، منطقيا غدير adjective اللي هو responsible، responsibility responsible. He does his work with energy and enthusiasm، he does his work with energy and enthusiasm. هنا عندك تاني اول حاجة عندك هنا noun حرف ديال ربط، رابط ديال and، ومنطقيا غادي يكون ناون مربوط مع ناون اخر، ناون حدا ناون اخر، اسم حدا اسم اخر، يعني غدير انرجي و انثوزيازم. ثانيا عندك هاد بريبوزيشن ديال ويذ، بريبوزيشنز ولا حروف الجر بالعربيه ديما يا اما كيتبعهم جن يعني فعل زائد انرجي ولا ناون ولا الاسم. الخامسه هنا عندك هيز امبيشس is to sail around the world، هنا عندك his وhis من صفات ديال الملكية، صفات الملكية، كاينة my، كاينة your، كاينة his، her، it's، our، there. اللي كيميز هاد الانواع ديال الضمائر ولا الصفات ديال الملكية انهم صفات adjectives ولكن ديال الملكية، والصفات قلنا ديما كيتبعهم noun الاسم، ديما تكون عندنا صفة زائد noun. هادشي اللي درنا ambitious he's ambitious، بحال مثلا my book كتابي، هنا درنا my اللي هو صفة ديال الملكية زائد book اللي هو noun، يعني ديما هاد الانواع ديال الضمائر هادو ولا الصفات ديال الملكية كيتبعهم nouns الاسم. مزيان عقلو مزيان على هاد اللعيبات هادو واش تحت دابا، انت شوما مهمين باش كتعرفوا وقتاش غديروا adjective وقتاش غديروا noun، واخا ما تتفهموش الجمله تقريبا غير من بعض الكلمات والمؤشرات والكلمات المفتاحيه غتعرفوا اش غديروا، واش noun ولا adjective. التمرين الثاني، ريدت فيلين ذا جابس وذ ذا ابروبريت وورد فروم ذا ليست، املا الفراغ بالكلمه المناسبه من الكلمات اللي هنايا. عطيتنا adventurous، elected، enthusiasm، challenge، creative، عندك هنا الكلمات اللي ديرهم في الفراغ المناسب. الجمله الاولى، style is he usually derives his music from different sources. He is a writer. His ideas are new and original. He is so inventive. Youth stories are enthusiastic about taking risks and facing dangers. They are to be a doctor is my I know that it needs a lot of efforts, intelligence and patience, but I'm ready for that. The skills and has got them on the team. جوت سعيد التمرين، الجمله الاولى، Singer's style is eclectic، لأن المعنى ديال eclectic هو انتقائي، يعني تجيب أشياء from different sources، تجيب أشياء من مصادر مختلفة، تجيب من هذه شوية من هذه شوية من هذه شوية من هذه شوية، هذا هو المعنى ديال eclectic، انتقائي، وهذا الشخص انتقائي، يعني ينتقي أشياءه بعناية. عندك هنايا واحد الكيورد، واحد الكلمة مفتاحية اللي هي different sources، مصادر مختلفة، يعني منطقيا غدير eclectic. He is a
كرياتيف رايتر. قلنا اشنو المعنى ديال كرياتيف؟ كرياتيف هي مبدع، هو كيجيب افكار جديده واصليه ديالو هو، عمر شي واحد ما عنده ديك الافكار، كيجيب افكار اصليه ديالو هو فقط وتتكون ديك الافكار جديده. هادشي علاش درنا كرياتيف، علاش انت عندنا هيز ايدياز ار نيو، افكاره جديده واصليه. هادشي درنا هي از ا كرياتيف رايتر، هو واحد الكاتب مبدع. يوث ستوريز ار انثوزياستيك اباوت تيكينغ ريسك اند فيسينغ دانجرز، ذي ار ادفنتشرز. من المعنى ديال ادفنتشرز مغامر، هو تيك ريسك، تغامر وتتواجه المخاطر، تواجه المخاطر، هذا هو المعنى ديال ادفنتشرز مغامر. هنا عندك تيكينغ ريسك اند فيسينغ دانجرز، تشهدنا ذي ار ادفنتشرز. تو بي ا دكتور از ماي تشالنج، اي نو ات نيدز ا لوت اوف افورتس انتليجنس اند باشن بات ام ريدي فور ذات. تشالنج هو تحدي، والتحدي غالبا كيتطلب صبر والذكاء والمجهود اكثر. تشهدنا تو بي ا دكتور از ماي تشالنج، باش نولي طبيب هو تحدي ديالي انا. Their skills and enthusiasm has got them on the team. Their skill and enthusiasm has got them on the team. قلنا ان enthusiasm هو الحماس، ملي كتكون متحمس، انت متحمس باش دير شي حاجه، انت متحمس باش تخدم ولا دير شي حاجه. هادشي هضرنا their skill and enthusiasm، المهاره ديالهم والشغف والطموح والحماس ديالهم هو اللي جعلهم انهم ينخرطوا ولا يدخلوا الفريق. Exercise number 3، التمرين الثالث، قال لك اعتماد على معارفك الخاصة اللي قريتيها في الدرس ديال جيبتس اوف يوب. انجز التمرين اسفله، اختار الكلمة الصحيحة من كل جملة. عطيك هنايا كلمات وقال لك اختار كلمة صحيحة اللي تجي مع اللي مع الجملة. مثلا عطيك الجملة الأولى، many gifted youths show an extraordinary ability to read. They learn to read at an early age with better literacy comprehension, motivate challenge of difficult texts. They are also able to understand question where organized abstract comprehension concepts like freedom and love. Moreover, gifted youths commonly learn basic skills with comprehension with conclusions quickly and with little practice. They're often able to interpret messages quickly and draw motivated conclusions, accelerated comprehension that other youths need longer time to be able to do. They take nothing for granted. They tend skills abstract to question motivated everything and ask a lot how and why questions. Citizen, they can work independently at an early age and can concentrate skills challenge question for long periods. They are to question accelerated motivated challenge in their way of thinking. They select the things that are suitable and appropriate to them. They have unlimited energy which makes them motivated challenge to question eclected. They are highly eclected motivated challenge comprehension as they show great willingness to learn new things and examine usual ideas. They tackle tasks and problems in a to question motivated well organized challenge and efficient manner. الكلمات هادو اختار الكلمة الصحيحة الفاء وديرها في الجملة المناسبة. نشوفوا دابا التصعيد للتمرين. Many gifted youth، كثير من الناس ولا الشباب الموهوبين، يظهرون an extraordinary ability to read، يظهرون مهارة عالية في القراءة ولا قدرة عالية في القراءة. They learn to read at an early age، كيتعلموا يقراو واحد العمر مبكر. With better comprehension of difficult texts، هنا عند difficult texts النصوص الصعبة، اش كنديرو ملي كيكون عندنا واحد النص صعيب؟ نحاولو نديرو ليه، نحاولو نفهموه، يعني جواب صحيح هو comprehension الفهم. They are also able to understand abstract concepts like freedom and love. هنا عندك concepts like freedom and love، وهاد concepts هاد الافكار اللي هما الحرية والحب هما افكار مجردة، ما كاينش شي حاجة في الواقع سميتها love ولا freedom. نقدر نقول مثلا سيارة، لا شيء واقعي، شيء واقعي سيارة، كاين في الواقع واحد الشيء سميتو سيارة، كاين واحد الشيء سميتو بيت، كاين واحد الشيء سميتو طاولة في الواقع، ولكن ما كاينش شي حاجة شي شيء سميتو love واقعي حقيقي في الواقع. نفس الشيء مع freedom الحرية. Moreover, gifted youths commonly learn basic skills quickly and with little practice. دلت بإضافة إلى ذلك، الشباب الموهوبين غالبا يتعلموا لديك هنايا basic هي أساسيات، يعني شنو هما الأساسيات اللي يتعلموهم؟ يتعلموا المهارات الأساسية. They are often able to interpret messages quickly and draw conclusions that other youths need longer time to be able to. هما غالبا يحاولوا يدوزوا يبعثوا رسائل ويدوزوا رسائل
بزاف ان جو كونكلوجنز ذات يوث نيد لونجر تايم تو بي ايبل تو. انا تما جو كنقولوها يا اما رسم ممكن تعني تاني يدير واحد الخاتمه ولا يدير واحد الخلاصه على شي حاجه يعني غنديروا جو كونكلوجنز كيديروا خلاصات على شي حاجه. خامسا دي تيك ناثين فور جرانت دي تن تو كويشن ايفريثينغ اند اسك ا لوت اوف هاو اند واي كويشنز. عندك اسك ا لوت اوف هاو اند واي كويشن كيسولوا الاسئله ديال كيفاش وكيسولوا الاسئله ديال واي علاش يعني تو كويشن سالوا. دي كان ورك اندبندنتلي ات ان ايرليير ايج اند كان كونسنتريت فور لونجر بيريد. كيخدموا بشكل مستقل في واحد العمر مبكر وكيقدروا انهم يركزوا كونسنتريت هو ركزوا فور لونجر بيريدز لمده طويله ولا لمدات فترات طويله. دي ار اتلتد ان دير واي اوف ثينكينغ سيلكت ذا ثينكس ذات ار سوتابل and appropriate to them. هما انتقائيين في الطريقه ديال التفكير ديالهم كيختاروا الاشياء اللي تتناسبهم واللي مناسبه ليهم. يعني ثامنا they have unlimited energy which makes them motivated. عندهم واحد الطاقه غير محدوده اللي تجعلهم يكونوا محفزين. they are highly motivated as they show great willingness to learn new things and examine usual ideas. they are highly هما محفزين بشكل عالي as they show great willingness مني كيظهروا واحد القدره عظيمه قدره كبيره باش يتعلموا اشياء جديده ويجربوا افكار غير عاديه. الجمله العاشره they tackle tasks and problems in a well organized challenge. well organized قلنا المعنى ديالها هو منظم بشكل جيد ولا منظم جدا. كيديروا المهمات ديالهم وكيحلوا المشاكل ديالهم بواحد التحدي منظم بواحد الطريقه فعاله. ندوز دابا exercise number 4 اللي put the verbs between brackets in the correct form. ضع الكلمات اللي بين قوسين في الشكل المناسب. يعني اذا كان عندك فعل غتحولوا الاسم غتحولوا اذا كان عندك اسم غتحولوا الادجكتيف والعكس. نبدأ الجملة الأولى Albert Einstein was a very بين قوسين great person. B he travels everywhere alone he is really adventure person. Cristiano Ronaldo is a very بين قوسين very football player. My friend is so ambitious he wants to be a pilot in the future. Lionel Messi is a very بين قوسين skilled football player. You should never be pessimism in your life always smile. This film is not based on a true story it is imagination. Mr. Kim is never bored working because he is so بين قوسين passionate about his job. نشوف دابا الأجوبة الصحيحة ديال التمرين هذا exercise number 4. A الجملة الأولى Albert Einstein was a very هنا عندك verb to be was verb to be في simple past يعني غنديرو الadjective ديما verb to be تتبع الadjective creative person. نفس الشيء مع هنايا adventurous هنا عندنا verb to be he is really an adventurous person يعني غنديرو صفة adjective. عندنا اسم adventure رديناه adventurous يعني adjective صفة. كريستيانو رونالدو is a very vigorous هنا عندك verb to be نفس الشيء verb to be تتبع ديما الصفة. my friend is so ambitious he wants to be a pilot in the future نفس الشيء verb to be. ليونيل ميسي is a very skilled football player نفس الشيء عندنا noun اسم رديناه صفة adjective. you should never be pessimistic عندنا verb to be يعني غادي صفة adjective in your life always smile. This film is not based on a true story. It is imaginative. Mr. Kim is never bored working because he is so passionate about his job. عندنا نفس الشيء عندنا verb to be. He is so passionate. وso كتسمى هذا adverb. الadverb غالبا تيجي مع صفة. So هي very بحال التي جدا شغوف بزاف. So بحال very بحال الadverbs الاخرين. هذه النهاية ديال الفيديو. إلا عجبك الدرس ما تنساش دير لايك. إلا ما كنتيش دير سبسكرايب دير سبسكرايب. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم.